أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا متواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة. الله يحييك أبو غازي. كنا نشوف عندك الرياضي يوسف ثنيان. هذه طبعا أول شيء تاريخه 1 ديسمبر 1996، السعودي قناص آسيا. صحيح. رونالدو ظاهرة العام 2000، زيدان لا أصل إلى كاحل بلاتيني. هذه طبعا مجلة الرياضي 1 ديسمبر 1996. هذا رابع نهائي يوصل المنتخب السعودي على التوالي. نعم. من أول مشاركة هذا رابع نهائي، هذا يوسف ثنيان حامل الكأس، وثالث بطولة يفوز فيها المنتخب السعودي. طبعا الكل يعرف ان المنتخب السعودي فاز باللقب 88 وخسر 92 في اليابان امام اليابان 1-0. هذا طبعا وفاز بالنهائي هنا. نعم. على الامارات بركلات. نعم. ترجيح. طبعا هذا طبعا يقول زيدان، يقول فخر لي ان اقارن ببلاتيني ولكن لا اصل الى كاحله. زين زيدان ما من عاقل يرفض عرض يوفنتوس. هذا صحيح. طبعا زيدان قبل حصولهم على كاس العالم سنتين. صح، قبل حصول كاس العالم بطولة اوروبا وبطولة القارات. نعم. وبالانجازات فاق بلاتيني. نعم. ومع انه راح لعب نفس النادي اللي لعب فيه بلاتيني. نعم. اللي هو يوفنتوس، بعدين انتقل للريال. في طبعا عندنا رونالدو ظاهرة العام 2000، يعني ايش قال سموه كوكتيل متفجر من عبقرية مارادونا ومحاورات كرنشيا وسرعة جيرزينيو. شوف يعني هذا رونالدو. اي رونالدو، بداية رونالدو مع منتخب البرازيل كانت الأول من مارس 1994. طبعا وحصل على كأس العالم 94. صح، كان احتياط، لكن احتياط لم يشارك. هذه طبعا صورة من لقاء هني بعزة رونالدو قبل الإصابة، قبل الرباط الصليبي. نعم. رونالدو كان ظاهرة في تلك هني مع برشلونة. يعني أنا أذكر إن في لقطة المدرب الإنجليزي اللي كان يدرب برشلونة في نابلز، لا مالك لوه الإنجليزي اللي كان يدرب مو شارلتون، بوبي شارلتون. لا مو بوبي شارلتون، لا في مدرب إنجليزي رويف. لا مدرب إنجليزي درب برشلونة. إيه. يعني أذكر أنا رونالدو يوم أخذ الكرة من نص الملعب لقطة مشهورة واتجه فيها إلى المرمى وسجل هدف، ما حد قدر يعني حتى إنه يطيحه أو إنه يفقد توازنه، قام يطق على رأسه أبو فهد المدرب هذا. طبعًا رونالدو مو بس المدربين. نعم. حتى الجماهير. رونالدو لعب مع الناديين تصدق؟ نعم. يعني لعب مع برشلونة ولعب مع الريال، هم غريمين تقليديين، ولعب مع إنتر ميلان. روبسون مدرب روبسون. بوبي روبسون. بوبي روبسون، هذه صورته معه. صح. لما وقع عدل هو المدرب بوبي روبسون. صحيح. صدق وفايد في هاللقطة هذه إن حاولوا إن يطيحون على القاع، إن يفقدون التوازن ما قدروا. صحيح. يوم قول مارادونا طاف أكثر من لاعب، عفوا رونالدو، يوم سجل رونالدو قام طبعا حطوا على روبسون قام يطق على رأسه في مقاعد الاحتياط. ردة فعل. صح، في بعض المدربين يعني ينبهرون من الأهداف اللي يسجلونها لعيبتهم. هذه طبعا خبر كذلك مهم، تخط يعني السعوديه الملاعب العربيه، الهلال تخطى الاستغلال الايراني وفاجأ ناغويا، هذا عاد اسم ياباني عاد الله يعيني شلون بقوله، ناغويا غرام بوس الياباني. الهلال اول فريق عربي يجمع بطولتي اسيا. شو اسم الفريق الياباني؟ قوله ثلاث مرات. هذا طبعا الامير سلطان بن فهد يسلم يوسف ثنيان كاس الكؤوس الاسيويه، ويبدو الامير نواف بن محمد. هذا صوره طبعا سامي الجابر واضح يوسف ثنيان مع الهلال يرفع كاس اسيا، وايضا مع المنتخب السعودي طاحت ايده. نعم. ويعقوب الفيلسوف. نعم. ويرفع من كاس لكاس. ايش رايك نطلع فاصل؟ نطلع فاصل ونرد على منتخب السعوديه وحصولهم على كاس اسيا. توكل على الله. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، مثل ما قال أخوي أبو غازي راح نرجع للمنتخب السعودي، لكن بعد الفاصل. فاصل راجعين لكم. أعزائي
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل لتكملية بقية اللقاء، وكنا نتكلم عن مجلة الرياضي بديسمبر عدل 96. طبعا الرياض كأس آسيا هجمة خليجية وسيطرة سعودية، هذه طبعا هاي الصورة الجميلة، هجمة خليجية وسيطرة، هجمة خليجية يعني هجمة يقصد ان منتخبات الخليج بدعوا. صحيح، يعني منتخب الكويت كان راح يفوز بالمركز الثالث طبعا، وراح تصير ثلاث منتخبات الامارات الثاني يعني السعودية البطل، الامارات الثاني، المفروض الكويت خسر بلنتيات قدام الايراني، الاماراتي لم يخسر والكويتي ربح فريقا للمستقبل، فعلا ما ربح فريق والله المستقبل. كان جيل يعني كنا يعني لا زال الناس يقارنونه بجيل 82، لكن ما وفق يعني ما هو طموح الشارع الرياضي انك تاخذ رابع اسيا، لكن قدم عروض جدا راقيه، قدرنا نفوز على الكوريا ونطلع اليابان. شوف احنا سوينا خدمه حق المنتخبات ان احنا خرجنا منتخب اليابان، منتخب اليابان ما كان راح يقدر يطلع، ما حد يطلع، لكن احنا طلعنا منتخب الياباني وقدرنا يعني نحرم منتخب الياباني من تحقيق المعادله اللي هي ثلاث انتصارات في كاس اسيا، كان فاز 92 واحنا خرجناهم 96 وفاز 2000 و2003. نعم صحيح. فالمنتخب الكويتي صار شوكه بين المنتخبات الاسيويه. السعودي غناص اسيا، يعني هذه ثنيان قائد يوسف ثنيان قائد منتخب سعودي بعدما تسلم الكاس من الشيخ سلطان بن زايد، وبينهما الشيخ عبد الله ابن زايد. هذه طبعا صوره بايضا ليوسف ثنيان، يعني هني طرد فيها اعتقد حسين عبد الغني في المباراه. هني طبعا يقولون طبعا في خبر السوريون يعني منتخب سوريا افضل خارجين، يعني افضل المنتخبات اللي خرجت البطوله، واليابانيون افضل المتاهلين. يعني هني يتكلموا كذلك عن وجددت نتائج الدور ربع النهائي لقائي الامارات والكويت المجموعه الاولى. انا اذكر لقاء الامارات مع يعني اذكر مع الكويت، طبعا الامارات طبعا قبلها في دور الثمانيه قابل المنتخب العراقي وفاز 1-0 اعتقد في هذه المباراه. كان منتخب الكويت طبعا كانت لعبتها بعد مباراه منتخب الامارات مع اليابان، صحيح. فطبعا ذاك الوقت يعني العلاقات مرادة، صحيح. فلذلك منتخب الكويت بعد فوز منتخب الامارات يعني كان تجدد نشاطه وعطاء طاقة وقوة، صحيح. هذا الفوز في أنه فعلا يعني يكتسح المنتخب الياباني 2-0، ولكن فعلا أداء رجولي وأداء قوي، صحيح. مع أفضل منتخبات آسيا المنتخب الياباني، وأنا أعتقد نتيجة الإمارات والعراق وفهد كان لها تأثير إيجابي على على أداء منتخبنا حتى وصلوا يعني دور الأربعة. الحقيقة يعني نتيجة ما كانت عادلة مع منتخب الإماراتي، صحيح. يعني ما كانت نتيجة عادلة، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. هذه طبعا الكويتي يوسف دوخي والكويتي طبعا والكوري، هذا بعد لقطات من البطولة، هذا مع كوريا يوسف دوخي الحقيقة فعلا، صحيح. يعني أذكر في تصريح حق محمد مايلي مدرب منتخب إيران بعد لقاء الكويت والكويت والكويت وإيران في المركز الثالث والرابع، صرح محمد مايلي قال هذا المفروض يكون النهائي. تبي تجوري فهد؟ هذا تجوري فرسان آسيا، واضحة الصورة. خلني أذكر الأسامي، يوسف ثنيان كابتن المنتخب، محمد الدعيع رحمة الله عليه، محمد الخليوي، خميس العويران صلى الله يشافيه وعافيه، الكابتن خالد مسعد، عبد الله سليمان، فهد المهلل من يمين جلوسا، سامي الجابر، التيماوي خالد التيماوي، حسين عبد الغني، محمد شلية. يا أخي منتخب جبار، هذا ناقصين فؤاد أنور، سعيد العويران، يعني ناقصين يعني فريق. هذه هدية العدد يعني كانت مع الرياضي، يعني فعلا جيل قدر يتربع على عرش آسيا، يستحق يعني يستحقون. نعم. الله يستحقون. أعزائي المشاهدين، مع الصورة الجميلة لأبطال آسيا سنة 96 المنتخب السعودي، نصل إلى نهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، مع السلامة.